السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا من جديد. اليوم اخوان لدينا نسخه الويندوز 11 رسميه من مايكروسوفت. نعم اخوان، يوم 5/10 تم اصدار النسخه النهائيه واللي هي تشاهدونها في هذا الكمبيوتر اخوان. اليوم ساوريكم طريقه تنصيب هذه النسخه وتنزيلها، عمل ابديت من غير ما تفقدوا ملفاتكم على الويندوز 10. ايضا سنتعرف على ما هي الاجهزه المدعومه وكيف نقوم بتحديث النسخة بطريقة سهلة جدا من غير استخدام USB ولا شيء، كل شيء أونلاين من الشركة، من صاحب نسخة الويندوز 11 اللي هو المايكروسوفت. إخوان النسخة جميلة جدا صراحة، غيرت لي أنا الكمبيوتر، أحسست بفرق في الأداء أحبائي. هذه النسخة اللي تشاهدون إخواني جميلة جدا، وتلاحظون طبعا الديزاين الجديد او اللونشر الجديد، ولديكم عدد كبير من الاضافات اخوان اللي سنتعرف عليها في درس قادم احبائي. اليوم في هذا الدرس ساريكم طريقة عمل ابديت ميزاجو وتحديث لهذه النسخة من غير ما تفقدوا ملفاتكم. تشاهدون الملفات بقيت كما هي، وسترون كيف قمت بتحويلها الى الويندوز 11. لذلك لا تذهبوا بعيدا اخواني، لايك واشتراك في القناة، وطبعا شاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم. أهلا بكم مرة ثانية. إذن إخوان نحن على كمبيوتر ويندوز 10، سنبدأ على بركة الله طريقة تحديث هذا الجهاز وما هي الخطوات وبعض المعلومات المهمة سنتناولها في هذا الفيديو. إذن أول شيء إخواني نشوف بعض المعلومات حول الجهاز. نذهب على Start Setting، بعد ذلك إخواني Update and Security. وشاهدون في الويندوز Update إخوان تلاحظون بأنه طبعا هناك تحديث دائما للجهاز، وآخر تحديث أعطاني بأن هناك نسخة ويندوز 11. نعم الجهاز يمكنه تشغيلها ويمكنك أن تتوصل بها في حالة يعني صدرت من سيرفرات مايكروسوفت. لذلك إخوان عدد كبير من الأجهزة وصلها التحديث أونلاين يبديت كما تشاهدون، وهذه تنتظر، يعني أنت يقول لك جهازك في الانتظار وبأنه يعني متوافق مع النسخة 11، ما عليك سوى الانتظار. إذن هذه الخطوة الأولى إخوان، يمكنكم الانتظار أو هناك حل آخر إخوان لتحديث الجهاز. سنبدأ على بركة الله بالتوجه إلى موقع مايكروسوفت إخواني، سأعطيكم هذا الرابط وباللغة العربية كما تشاهدون. هذا الموقع فيه جميع المعلومات. إذا نبدأ بالخيارات التنزيل. أول شيء إخواني لاكتشاف الكمبيوتر الخاص بكم هل هو يعني متوافق، لديكم هذه الأداة اللي هي PC Health Check. أوكي، يمكن تنزيلها بالضغط عليها هكذا. والآن إخوان طبعا إما تنزيل التطبيق يمكنكم الضغط هنا فقط، يتم تنزيله كما تشاهدون من هذه الجانب، أو الاطلاع على الحد الأدنى لمتطلبات النظام. يعني سنحاول التعرف على، نضغط هنا على ما هي المعلومات أو ما هي المينيمم ريكويرمنت اللي يحتاجها الكمبيوتر. طبعا لتنزيل نسخة 11 يجب أن يكون هناك بعض الخصائص المهمة في أي كمبيوتر مينيمم. أوكي، إذن المعالج يقول لك بأنه يجب أن يكون سرعة 1 جيجاهرتز فما فوق، وأسرع من نواة يعني يكون دوبل كور فما فوق، يعني رباعي النواة 8 وانت ماشي. أوكي، ويكون معالج 64 بت. نأتي لآخر شيء، بعد الخصائص المهمة أيضا يجب أن تتوفر في الكمبيوتر 4 جيجا فرام فما فوق. أوكي، والتخزين طبعا 64 جيجا فما فوق. نظام التثبيت يجب أن يكون UEFI، وطبعا هناك أداة للتحقق، من هنا يمكنك الضغط هنا وتحقق جهازك UEFI أو BIOS عادي. هذه الخاصية TPM يجب أن تكون متوفرة، هي خاصة بالسيكوريتي، يمكنكم الضغط مثلا هنا تتحقق من جهازك. طبعا كل شيء مشروح من كما نقولهم عند مول الدار، من المنزل الرئيسي للمايكروسوفت. أوكي، لديك كمبيوتر HP تضغط على HP، وهنا يمكنك الوصول إلى طريقة تختار اللغة مثلا، ويمكنك الحصول على معلومات حول تفعيل خاصية TPM في الكمبيوتر. أوكي، باللغة العربية أيضا إخواني، يعني كل شيء مشروح. إذن هذا بالنسبة للTPM. أيضا خاصية أخرى يجب أن يكون بطاقة الرسومية تدعم DirectX، والشاشة من 720 بيكسل فما فوق. إذن هذه هي المتطلبات الأدنى لتشغيل، يعني متطلبات نظام أدنى حد لتشغيل ويندوز 11. أوكي، إذن أحبائي لنفحص هذا الجهاز أولا، بما أننا نزلنا PC Health Check نفحص الجهاز. ها هو
نضغط عليه بعد تنزيله وتنصيبه. هذه الوجهة الأولى، نضغط على Check Now هكذا، وتشاهدون بأن هذا الكمبيوتر ما تجيكم العلامة الخضراء، مبروك عليكم، كمبيوتر خاص بكم يعني شغال. نشوفوا الريزولت هنا، وتشاهدون بأن هذا البيسي فيه السيكيور بوت سبورتد، تي بي ام مفعلة، النسخة الثانية، المعالج طبعا هو LG 5 من الجيل الخامس سيلفر، طبعا بنتيوم بسرعة 1.5 جيجا هرتز، تشاهدون بأن السرعة أكثر من واحد، الجيل أكثر من الجيل الخامس يعني من الجيل الخامس فما فوق، الرامات المينيموم 4 أنا لدي 8، السيستم ديسك يعني الهارد ديسك 64 مينيموم أنا لدي 128 SSD، وعدد كبير، والمعالج رباعي النواة مينيموم ثنائي، ونسخة المعالج هي 1.5 سرعته، والمينيموم هو 1 يعني ممتاز جميع المتطلبات لدي هنا لتنزيل الويندوز 11. وتشاهدون بعض المعلومات، طبعا الكمبيوتر عمره 3 سنوات old، سنه 3 سنوات يعني ليس بالكبير في السن. اوكي نغلق هذا، نعود الى موقع مايكروسوفت اخواني باللغة العربية، دائما سأعطيكم الرابط اسفل الفيديو. بما اننا تعرفنا على متطلبات الجهاز والخصائص او المتطلبات الادنى لتشغيل ويندوز 11، يمكنكم تنزيله من خلال تثبيت الويندوز 11 عن طريق هذه النسخة، تثبيت حاليا يمكن البدء من هنا تنزيل الان، وهذا الويندوز انستالر اخواني، تشاهدون ويندوز انستالر، نضغط عليه يس، وستظهر معكم اخوان هذه الشاشة كما تلاحظون. اذا نوافق على الشروط، والان اخوان ستشاهدون بانه الان سيتم تنزيل النسخة مباشرة من سيرفرات مايكروسوفت، ننتظر فقط اخواني، تشاهدون البرسنتاج طبعا هذا يعتمد على حسب سرعة الانترنت، اذا ما علينا سوى الانتظار اخوان في هذه الخطوة الاولى من ويندوز 11 انستليشن اسيستنت. إذن إخوان في هذه المرحلة طبعا الكمبيوتر سيعيد التشغيل بعد 30 دقيقة لو لم تتدخلوا. على العموم سنقوم بعمل ريستارت ناو الآن للكمبيوتر. إذن إخوان في هذه المرحلة سنترك الكمبيوتر طبعا يعيد التشغيل كما يظهر في الأسفل، طبعا your computer may restart a few times يعني سيعيد التشغيل عدة مرات، إذن ما علينا سوى الانتظار لغاية نهاية تنزيل النسخة ويندوز 11 بشكل نهائي. إذن إخوان الكمبيوتر أعاد التشغيل تقريبا 3 مرات، والآن ظهرت معنا هذه الواجهة اللي تشاهدون أحبائي. إذن ندخل الباسورد الخاص بنا. إذن إخوان كما تشاهدون هذه الواجهة الأولى، وتلاحظون ها لدي الويندوز 11. نشوف الواجهة نضغط على بيرسوناليزي أو بيرسونالايز، اوكي، واختار هذه الخاصة بالويندوز 11. فوالا هذا هو الويندوز 11 احبائي. كما تلاحظون هذه العملية هي عملية ابجريد يبديت جميع الملفات، يعني الاخوان اللي يسولوا هل سافقد الملفات، لا احبائي تشاهدون هذه الملفات كلها تبقت كما هي اخواني كما تلاحظون، اذا كل شيء تمام. ها هي الملفات ديس بي سي كما تلاحظون، كمبيوتر كما هو أحبائي، كل المعلومات الشخصية لم يقع فيها ولا شيء. أوكي نضغط ستارت هنا كما تلاحظون إخوان، سيتينغ في الإعدادات، نذهب نشوف النظام، أوكي سيستم تلاحظون أباوت، وتلاحظون ها هو الويندوز 11 برو مفعل، يعني اللي كان لدي الويندوز 10 برو مفعل والآن هو مفعل إخواني، تشاهدون ها هو مفعل هنا Activating K، بين الويندوز 11 برو مفعل إخواني، Activation State Windows is activated with a digital license. إذن إخوان اللي عندهم على الويندوز 10 مفعل
فيمكنكم الوصول للويندوز والتحديث الى ويندوز 11 برو. برو لديك الويندوز 10 هوم سيتم تحديثه للويندوز 11 هوم وهكذا دوالك. في هذا الدرس اعطيتكم طريقه عمل ابجريد من غير ما تفقدوا البرامج اخواني والتطبيقات والملفات التي لديكم. تشاهدون تبقى كل شيء كما كان في الويندوز 10 والان لدي الويندوز 11، وان شاء الله سنجربها ونعود لكم في فيديو قادم حول اهم الخصائص والمميزات وما اعجبني في هذه النسخه وماذا لم يعجبني. هكذا اخواني نكون قد حصلنا على نسخه الويندوز 11 عن طريق ابديت ابجريد ميزاجور بطريقه سهله جدا اخواني. الاداء صراحه اعجبني، خصوصا ان النسخه يعني متجاوبه. في هذا الكمبيوتر احسس بانه افضل من الويندوز 10، رغم ان الويندوز 10 كنت يعني نزلته قبل يوم او يومين. يعني الانتقال من الويندوز 10 رغم ان الكمبيوتر كان فارغ يعني ما فيش ملفات كثيره وعليه ضغط، والانتقال من الويندوز 10 للويندوز 11 احسس بان هناك خصوصا اداء رائع في الجرافيك. يعني لما شغلت الفيديوهات في اليوتيوب ارى هناك تجاوب وسرعه افضل من الويندوز 10 في هذا الكمبيوتر. يعني كل واحد يجرب على الكمبيوتر الخاص به. الاداء اخواني ممتاز. الطريقه اللي شرحت لكم اليوم هي عمل ابجريد. في الدرس القادم ان شاء الله اذا حببتم ساوريكم طريقه عمل كلين انستاليشن، يعني تنزيل من الاول فورماتاج، يعني نقوم بتنزيل النسخه نحرقها على يو اس بي ونقوم بفرمطه الكمبيوتر من الصفر من الاول. اخوان هذا بالنسبه للي لديهم كمبيوترات مدعومه، وقلناها طبعا وقلت لكم هو الفرق بين الكمبيوترات المدعومه. لدي كمبيوتر اخر هناك هذا لا يدعم الويندوز 11، المعالج هو من الجيل الثاني الاي 5 الجيل الثاني كما قلنا. النسخه هذه تحتاج الجيل الخامس فما فوق، ساحاول تنزيله. مشكل تي بي ام يمكننا التحايل عليه ونحل المشكل، لكن المعالج سارى بكلين انستاليشن سنرى وساتقاسم معكم تجربتي. اذا كان الدرس اخوان مفيد لكم طبعا لا تنسوا الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس ولايك لهذا الفيديو. كان معكم اخوكم محمد من قناه سيكريت اوف نت. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.